احتفال وسعاده على كل جمهور الاهلي بعد الفوز على سموحة على ارضيه استاد الاهلي والسلام بنتيجه 4-1. خلينا اكلمكم على كواليس اللقاء اللي كان سخن جدا في لحظاته الاخيره، بيظهر عليه احتفالات كده وكتفات كتيره لكل جمهور الاهلي قوي في البدايه النهارده. جمهور الاهلي من قبل بدايه المباراه كده اثناء النشيد الوطني بيرفع علم مصر وبيبدا يعني ينشد النشيد الوطني كده مع الموسيقى الداخليه، وبدا على طول بعد انتهاء قبل بدايه المباراه كده اثناء النشيد الوطني بيرفع علم مصر وبيبدا يعني ينشد النشيد الوطني كده مع الموسيقى الداخليه، وبدا على طول بعد انتهاء النشيد الوطني وبدايه المباراه بدا ويغنوا اغنيه كده نادي الوطنيه. يعني كان باين بقى على جمهور الاهلي من اول لحظات النهارده اهتفاته وتشجيعه المستمر لكل لاعبته، التفاعل باين على الدكتين، كلام كتير من الكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه الواقف طول الوقت على الخط بيتكلم كتير جدا، ويبدا يرجع ويتكلم مع الدكه مستر موسيماني على طول واقف وعلى طول متفاعل. لكن خلينا اقول لكم ان مستر موسيماني بدا تظهر عليه النظر الارتياح كده اول لما تم احتساب ركله جزاء الاهلي في بدايه الشوط الاول، لكن اول بقى لما ادرت ركله الجزاء كده بدا يظهر الانفعال والغضب الجو جدا على مستر موسيماني اللي بدا يعني يقوم كده رغم صلاته اللي عملها بعد يعني نرفزته، لكنه بدا يقوم ويبدا ويروح يقف كده مع مدراء الاهلي ويتكلم معاهم. كان واضح ان هو متضايق، وكان باين واضح ان هو متضايق من عمليه اهدار ركله الجزاء، وقف يتكلم مع المدراء كتير جدا على الدكه. لكن خلينا اقول لكم ان كان في كلام بشكل مستمر النهارده على دكه الاهلي ما بين اكتر من حد من المدراء اللي كانوا موجودين، بداوا يقفوا ويقعدوا يتكلموا مع بعض على طول على اداء لعيبه الاهلي في الملعب. لكن خلينا اقول لكم ان النهارده جمهور الاهلي طول الوقت كده بيهتف وطول الوقت بيسقف للاعبته، لكن النهارده بقى بدا كل الارتياح يظهر على كل دكه الاهلي اللي احتفلت بشكل قوي جدا اول لما جه الجول الاول للاهلي، وبدا على طول مستر موسيماني بقى يقف ويسقف كده لكل لاعبته، وبدات الدكه تسقف للاعيبه بشكل قوي جدا. لكن الوضع بقى بدا يشد على دكه سموحه، بدا على طول صلاح امين يقوم ويعترض كتير على الحكم من الوقت للتاني. لكن بقى اول لما جه الجول الثاني للاهلي احتفال وسعاده بتظهر على مستر موسيماني اللي بدا على طول يشاور كده على تشاوي اللي جاب الجول الثاني، وبدا يسقف له بشكل قوي جدا، وبدا على طول اكرم توفيق يروح ويسلم عليه، وبدا يحضره كده ويسلم عليه، وبداوا يعني يحتفلوا بالهدف الثاني، وبدا على طول يظهر بقى التوجيهات من الكابتن سيد عبد الحفيظ لاكرم توفيق بعد الجول الثاني. سعاده بتظهر على دكه الاهلي وسعاده قويه جدا على كل جمهور الاهلي اللي يحتفل بقى في المدرجات. لكن خليني اقول لكم بقى الغضب بدا ينتقل كده لدكه سموحه اللي بدا ينفعل كتير جدا الكابتن احمد سامي، واللي انفعل بشكل قوي جدا، وكان باين عليه الغضب وكان باين عليه الاعتراض القوي جدا، وبدا على طول يتكلم يعني مع الحكم اللقاء وحكم الرابع اللي على طول حكم اللقاء بدا يديله انذار. كان باين ان كابتن احمد سامي مشدود، وده بقى اللي خلى على طول حكم الرابع يفضل واقف كده مع عشان يحاول يهديه، لكنه كان باين ان هو مش قابل اي كلام، وكان باين ان هو متضايق جدا ومشدود جدا ومنفعل بشكل كبير. يعني لحد ما بقى كل الجمهور بيهتف، كل الجمهور بيسقف. اول لما جت احدى الكور كده اللي طلب فيها الاهلي باحتساب ركله الجزاء، بدا بقى الغضب يظهر على دكه سموحه اللي بدات على طول تطالب بانذار لاعب الاهلي، وبدا على طول ساعتها برضه مستر موسيماني يطالب بالعوده للفار. لكن دكه سموحه كانت بتطالب بانذار اللاعب، لان الحكم على طول كان شايف ان هي ما فيهاش اي ركله جزاء. طبعا اول بقى لما جه الجول الاول لسموحه سعاده وارتياح قوي جدا على دكه سموحه، وغضب قوي جدا جدا على مستر موسيماني اللي بدا يزعق وبدا ينفعل وبدا يتوجه كده لمدراء الاهلي ويتكلم معاهم ويقول لهم يعني ازاي جول زي ده يجي، وبدا ينفعل عليهم بشكل قوي جدا، وبدا يتكلم معاهم بشكل مستمر، وبدا يرجع ويكلم لعيبه الاهلي اللي متواجدين في ارضيه الملعب. اول بقى لما الاهلي قدر يعني يخطف الهدف الثالث بعد ثواني من هدف سموحه كده، بدا على طول الارتياح والسعاده القويه جدا تظهر على كل جمهور الاهلي اللي احتفل بشكل قوي جدا، وبدا على طول بقى حسين الشحات يتوجه لكل مع كل لعيبه الاهلي كده ويحتفلوا من ناحيه الجمهور، وبدا يكون في احتفال خاص كده لحسين الشحات النهارده، واللي بيظهر ان هو بيحتفل بمواليد الفتيل النهارده بعد هدفه في سموحه. على طول مستر موسيماني بدا يقف وبدا يسقف له، وبدات على طول بقى كل جمهور الاهلي يعني تهتف له وتسقف له من المدرجات. بدا على طول اكتر من حد من المدراء الاهلي اللي موجودين يروحوا ويحتفلوا مع حسين الشحات بالهدف. الوضع بدا بقى يتغير خالص، احتفالات قويه جدا وسعاده باين على كل جمهور الاهلي المتواجد في المدرجات، واللي بدا بقى يهتف بشكل قوي جدا، وبدا على طول امح بقى الدوري اللي كان متواجد في المدرجات يهتف ويهزر ويرقص كده اثناء تواجده في المدرجات بعد الهدف الثالث. سعاده باين على الجميع. لكن خلينا اقول لكم ان الهدف الرابع هو اللي غير الاجواء خلاص في المدرجات، بدا على طول كل جمهور الاهلي يحتفل بقى ويهتفوا بشكل هستيري، وعلى طول بقى احد يعني كبار السن كده في لقطه ظريفه كده بداوا يهتفوا كده اثناء جلوسهم، ها 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 انا متكيف بصراحه، وبدا يظهر عليهم الارتياح وبدا يظهر عليهم السعاده. كل جمهور الاهلي بيهتف بشكل كبير جدا، عصبيه ظهر على الكابتن احمد سامي بقى اللي كان غضبان جدا بعد الهدف الرابع، واللي بدا يرجع كده ويقعد على الدكه، وكان باين ان هو متضايق بشكل كبير جدا، وكان باين ان هو غضبان بشكل قوي جدا. لكن جمهور الاهلي بقى ما بطلش اهتفات، وبدا يهتف بقى لمحمد
ومجدي قفشه وبداوا يهتفوا بشكل قوي. احد كده مشجع الاهلي النهارده طلع التيشيرت اللي مدور عليه يعني دقيقه 85 وبدا على طول يمسكها في على التيشيرت خاص كده ليه وبداوا يهتفوا لقفشه وبدا قفشه يقوم كده مشجع لهم ويحييهم سعاده واحتفالات قويه عند كل جمهور الاهلي اللي سقف لعبته بشكل قوي وبدا يهتف لهم بقى الهتافات يعني كتير وهتافات يعني متنوعه كده يعني بيهتفوا دلوقتي الثاني حصل عليه كان الغالي اخطر من هتاف جمهور الاهلي النهارده بعد الجون الرابع وبص على اللوحه النادي الاهلي نفسه مفتوحه سعاده وارتياح بيظهر على كل جمهور الاهلي المتواجد ويعني سعاده بتظهر على مستر موسيماني بقى اللي بدا الجمهور يهتف له كده اثناء وقوفه على الخط وبدا على طول يسقف لهم ويحييهم اثناء وقوفه كده على الخط اول لما انتهى اللقاء بقى على طول هتافات من كل جمهور الاهلي وكل اللعيبه اللي بداوا يحييهم وبداوا يسقفوا لهم اثناء خروجهم وبدا يطلبوهم كده بالتوجه للجمهور عشان يحييهم فعلا اكتر من حجم اللعيبه بداوا يتوجهوا كده ويحيوا الجمهور على طول في لقطه محترمه جدا بدا يتوجه الشناوي ياسر ابراهيم واكتر من حجم لعيبه الاهلي دكه سموحه ويسلموا على لعيبه سموحه وعلى جهاز سموحه كده بعد نهايه المباراه اكتر من حد كان واقف حريص ان هو يتوجه بقى ويلتقط الصور التذكاريه مع لعيبه الاهلي النهارده بعد نهايه المباراه كان في هتاف خاص بقى لمحمد هاني اللي بدا كل الجمهور كده يهتف له وبدا على طول محمد هاني يتوجه له كده ويروح يعني يحييهم كده بعد نهايه المباراه على طول سعاده واحتفالات كبيره بتظهر على جمهور الاهلي اللي اثناء خروجه بقى من الملعب بدا يهدف وبدا يهزر وبدا يضحك وبدا يرقص اثناء خروجه يعني بيقول لكل جمهور الاهلي النهارده مليون مبروك على الانتصار الغالي اللي بيحققه على سموحه بنتيجه 4-1 وهرب لك نادي سموحه وكل لعيبه